السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا التغيير اللي هو علبة الكنستر وفلتر الكنستر، فورد ماركيز أو الفورد الماركيز والفكتوريا، طبعا من 2002 إلى 2011 أو 12. طبعا نفس النظام التاهو اليوكل، طبعا سابقا احنا نعودكم على دائما الطرح أكثر شيء التاهو اليوكل، فهذا علبة الكنستر حق التاهو، وهذه الفلتر اللي يجي في الفسبير حق الكنستر. هنا حاطين لك اثنين في واحد، هذه علبة الكنستر الجديدة وهذا الفلتر اللي جاي، حاطينه مع بعض مدمج في حاوية واحدة. الإيفاب نفس النظام برضو قدام، بصورية اللي يقول مغير جديد، طبعا مكانها في الفورد المركيز هنا، عندك المسمارين هنا، مسمار هنا ومسمار هنا، وطبعا هنا اللي هو السنتر، طبعا ما له علاقة، أنت من يوم تحل المسامير قبلها تحل الهوز اللي هنا. طبعا هذا الهوز يعتبر له حق الفلتر، حاطينه بس في الشاصيه بدون اي بدون اي فلتر او بدون اي عازل. طبعا في التاهو اليوكل عندنا هنا حاطين لك في الراس زي الاسفنج او زي القطعه تحمي فيها زي الغبار من الداخل زي الفلتر، وتركب مع اعلى اللي هو تعبئه البنزين. هنا طبعا كل شركه لها نظامها، ولكن ممكن الفلتر يكون هنا يمنع برضو دخول الغبار. راح برضو الان عندنا هنا اللي هو الهوز، راح نضغط الكليبس اللي هنا وراح نفك الهوز اللي هنا. طبعا الفيش هذه فيها هنا كليبس، هذا بس تضغط وضغط للداخل يتحرر معاك القفل اللي هنا ويطلع معاك. هذا الان طلع معنا الهوز الثاني. طبعا للاسف انا والله فكرتها سهله وفعلا كانت سهله، لكن للاسف كان هي مسامرين هنا، انا فكرها هنا انطق له سنتر، اكتشفت ان هنا حاطين لها كليبسات كبس زي نظام الكليبسات او الكبس اللي حاطينها في تثبيت ماكينه القدم، فاضطريت ان اقصها قص، والله متعبه. طبعا هي اساسا بس وظيفتها هذه سنتر هنا التثبيت عن طريق المسامير اللي هنا وهنا، لكن هذا برضه مسامير الواحد ينتبه لها لان هذه تطيح، وهذا مكانها تثبيت بهذا الشكل، طبعا مع الحركه تطيح، هذه وظيفتها تثبيت هنا. يعني انا هذه شوفها والله ما لها داعي، لكنها متعبه جدا، يعني صراحه بعض الاشياء تستاهلها او تستصغرها، ولكن تلاحظ في الاخير مسمار بسيط او كليبس بسيط يعقدك الموضوع كله. العمل احنا فكينا الان المنظومه هذه، راح الان نغير المنظومه. طبعا هذه رقم القطعه من الشركه تيجي كامل. طبعا ركبنا الان الفيشه اللي هنا، راح نثبت ان شاء الله. تم تثبيت المسامير، تركيب الفيشه اللي هنا والسنتره، لو تلاحظون الان صار مركبه بالكامل على السنتر اللي هنا، ما يحتاج والله هالكليبس اللي هنا، الان ما شاء الله ثبت بالكامل. تم تركيب الهوز هنا مع القفله، تم تركيب الوصله حقت الفلتر اللي يجي مع الهوز الثاني، راح الان اركبه ان شاء الله مع الشاصيه. تم تخزين الليات في مكانها الصحيح، تركيب الهوز زي ما ذكرنا، وتخزين التهوية حق الفلتر عن طريق الشاصيه زي ما كان اول بداية. كذا انتهينا، لا راح نمسح الاعطال ونسوح مسح الاعطال ونجرب بعد اسبوع او ثلاث ايام اربع ايام، اذا في نفس المشكله لمت الماكينه معاه نفحص ونشوف ايش المشكله، لكن ان شاء الله انها مع التروج، لان الان هو مغير جميع انظمه التبخير، اساس الايفاب او صمام الايفاب، علبه الكنستر مع الفلتر.